السلام عليكم مشاهدينا الكرام. احنا اليوم كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء، غادي نقوموا ان شاء الله بعمليه توزيع قفف خيريه للاسر المعوزه كيف ما عودنا الشيخ الهاشمي بالاعمال ديالو التبرعيه والخيريه. فاحنا يعني ولات عندنا عاده يعني الاعمال الخيريه. فالاسبوع اللي فات كنا كيف ما لاحظتوا يعني درنا عمليه ديال توزيع قفف فيها يعني المواد الاوليه. اليوم غادي نحاولوا نوعوا شويه وغادي نوزعوا قفف تشمل الخضار والدجاج على الأسر المعوزة بمدينة الدار البيضاء. الله يتقبل من الشيخ إن شاء الله ويجعله في ميزان حسناته. وهذه يعني بادرة يشكر عليها الشيخ لأنها في نفس الوقت عمل تطوعي وتشجيع للناس جميع الناس ويعني جميع الدول ماشي غير في المغرب أنهم يتبرعوا ويتصدقوا من الأموال ديالهم. فمشكور الشيخ على هذه المبادرة وتابعوا معنا يعني العمليه ديال التوزيع وديال غادي نزوروا مجموعه من الاسر يعني المعوزه. فالقفف ديالنا سيداتي وسادتي فغتكون فيها يعني مواد كيف ما كتلاحظوا معنا يعني خضار بطاطس عندنا هنايا كتلاحظوا جزر كاين البصل كاين الفلفل كاين باذنجان كاين لوبيا طماطم ودجاج. شكون عندنا دجاجة في كل قفة ان شاء الله. يعني احنا الان غادي نبداو عملية ديال ملء القفف كيف ما كتلاحظوا معنا. معنا الاخ محمد وغادي نبداو عملية ديال الملء كيف ما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام. فهذه هي هذه القفف ان شاء الله اللي غيتم توزيعها. وبالمناسبه فهي كتصادف يعني يوم الجمعه حيث الاجر مضاعف ان شاء الله. وخليكم معنا فبعد لحظات غنبداو عمليه التوزيع. وغادي تشرفنا الدكتوره ساره الادريسي بالمشاركه في هذا العمل التطوعي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حمله تبرعيه جديده من ضمن الحملات الهاشميه المعروفه. وطبعا كيف ما تعودتوا فينا يعني تعودنا حنايا كذلك في سعاده الشيخ محمد بن راشد الهاشمي الكرم، وتعودنا منه السخاوه وتعودنا منه المساعده للناس المحتاجين، ودائما كيتفكرهم سواء كان اعياد سواء في رمضان سواء حتى في الايام العاديه. وهذا الشيء اللي كنشهدوه حاليا فالحملات التبرعيه فهي متواصله والحمد لله حاليا يعني ولات كل يوم جمعه. وهذا شرف كبير يعني كيشرفنا حنايا كمساهمين في هذه الحمله سواء انا سواء الزملاء ديالي سواء الطاقم كله يعني اللي مشارك معنا في هذه الحمله. وكذلك في هذا الاجر الكبير لسعاده الشيخ محمد بن راشد الهاشمي اللي طبعا احنا ماشيين تحت التوجيهات ديالو وبالكرم ديالو. القفة ديالنا اليوم هي كما نقولوا استثنائية واكسبسيونيل، يعني أول مرة احنا يعني خدينا اتجاه ثاني في القفات. فكما شفتوا معنا في رمضان كانت قفة رمضان، في العيد كانت قفة العيد، من بعد كان توزيع اللحوم يعني كم مرة، وكذلك كان توزيع القفف اللي فيهم مواد غذائية. اليوم يعني خدينا اتجاه بحال اللي كنقولوا صحي أكثر، ومشينا المجال يعني مشينا الخضر ومشينا الدجاج يعني اللحوم البيضاء، وخاصة يعني أهم منتجات اللي عندنا في هذه القفة هذه اللي هي الخضر. طبعا انتم كتعرفوا بأن الخضر فهي غنية بالفيتامين وغنية بالمعادن، وكذلك فهي يعني يمكن الناس ما كيعرفوهاش أن الخضر هي يعني المواد اللي خالية 100% من الكوليسترول، وهذا يعني كيخلي الواحد ياكل منها الكميات اللي بغى وبدون يعني حدود بلا ما يتأذى منها. فاحنا فكرنا في صحتهم هذه المرة هذه، وفكرنا في صحتكم حتى انتوما. يعني احنا عندنا هدفين من هذه الحملة هذه، هدف توعوي للناس اللي كيشوفونا انهم ضروري ياكلوا الخضر وانهم يعني يبدلوا شوية النظام الغذائي ديالهم، يعني يتجهوا للطبيعة شوية يرجعوا لها ويقربوا لها، لانه حاليا كما نعرفوا بزاف الناس ولاو كيتجهوا للمواد يعني او يعني المأكولات السريعه ديال التحضير اللي كنشريو من لي ريستورون ولا من السناك ولا هذا. فاحنا اليوم جبنا ليهم يعني مواد غذائيه اللي طبخوها في البيت ديالهم
وفي نفس الوقت يستفيدوا منها. الهدف الثاني اللي هو يعني هدف خيري اللي هو مساعدة، يعني بأنه غيتم توزيع هذه يعني بالمجان على أسر اللي لحد الآن احنا ما عارفينهمش وحتى هما ما عارفيناش، يعني احنا غندقوا بيبان وغنفرحوا أسر وغادي نديو لهم هاد القفات حتى للمنازل ديالهم، وان شاء الله يا ربي تكون هذه يعني بشرة خير لكاع الناس اللي كيشاهدونا وكاع الناس اللي غتوصل لهم هاد القفه هادي، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يتقبل منا هاد الاجر هذا ويتقبل من سعاده الشيخ محمد بن راشد الهاشمي ويجعل لهم فيها الخير ويجعل لهم فيها الصحه والسلامه. كذلك نتمنوا منكم اعزائي المشاهدين ان هذه تكون يعني يعني كاشاره لكم حتى نتوما، يعني الناس اللي قادرين باش ما يعني قدرهم الله انهم ياخذوا البادره كذلك ويعني يسخاو ويعطيو للناس، يعني مثلا كتمشي تشري قفه في العود ما تشري قفه تشري جوج، واحد لك واحد لواحد المحتاج، فهي ما غاديش تضيع لك يعني من فلوسك بزاف، ولكن الاجر ديالها تيكون كبير. كنتمنوا لكم يا اعزائي المشاهدين الصحه والسلامه يا ربي، ونخليكم معنا باش تواصلوا معنا حمله توزيع القفف الهاشميه بالدار البيضاء. كيف ما وعدناكم اعزائي المشاهدين فهو يتم الان تحميل القفات يعني اللي تم تحضيرها من طرف الزملاء العاملين بمراكز الهاشمية هنا بالدار البيضاء، ويتم تحميل القفات الان لتوزيعها على المحتاجين بمدينة الدار البيضاء. صمح على الراية السديد تخدم الشيبان فالمعضله شبانها شاهدتوا معنا تم شحن السيارة باش نبداو الجولة ديالنا. الحملة التبرعية اليوم الجمعة للأجر فيها مضاعف بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما تشوفوا فاحنا عمرنا السيارة الآن مساعدة الشباب الله يحفظهم توما ويعطيهم صحة وسلامة، وتم تحميل القفات كما قلنا، وإن شاء الله غادي نبداو رحلة التوزيع ونطرقوا بيبان ناس محتاجين ونفرحهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وكنتمناو أن هذه يكون فيها أجر كبير وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن جميع المساهمين في هذه الحملة الخيرية. دابا خرجنا من مدينة الدار البيضاء ومتوجهين إلى إقليم مديونة، يعني وهذا الإقليم هذا متواجد بين مدينة الدار البيضاء وبين مدينة برشيد، فاحنا يعني اليوم قاصدين هذا الإقليم هذا باش ندقوا أبواب مجموعة من الأسر اللي في حاجة يعني للمساعدة ونفرحوهم ونفرحوا وليداتهم. ويعني احنا هذا يعني اختارينا صراحة يعني بمحض صدفة، لأنه احنا عارفين بأنه الناس أو الأسر المحتاجة موجودة في يعني في جميع التراب المملكة المغربية وكذلك خارج المغرب، لكن احنا هذه المرة اختارينا إقليم مديونة، وإن شاء الله في كل مرة وجولات ديالنا مازال مستمرة والحملات ديالنا مازال مستمرة، فإن شاء الله نمر بجميع الأقاليم وجميع المدن وجميع العمالات وندقوا بيبان الأسر، وإن شاء الله تكون الفرحة عامة ويكون كاع الناس فرحانين ووليداتهم فرحانين، وكنتمناو أن الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين يا رب. فالسائقين كذلك يساهموا معنا في التوزيع، يعني فإحنا طاقم كامل، كذلك الشكر للمصور جزاه الله خير وكل المساهمين، فالحمد لله لكل مد يد التعاون ولكل ساهم يعني باللي قدر عليه، اي واحد قادر مهمه يعني قدر يدير شي حاجه فهو ساهم معنا في هذه الحمله، فالحمد لله يعني ماشي فقط الدعم المادي ولا كيدخل الفرحه ولا، فالتعاون يقدر يكون حتى معنوي، وكل واحد يعاون باللي يقدر عليه وكل واحد يعاون بالمهنه يعني والحاجه اللي يعرفها واللي يفهم فيها، وهذا الشيء اللي شهدناه في الزملاء ديالنا وفي الموظفين ديال المراكز الهاشمي في المملكه المغربيه، الله يجازيهم بخير والله يكثر من امثالهم والله يجعلهم قدوه وعبره لكل الناس اللي كيشاهدونا الان، ونتمنوا ان الكل يعني ياخذ البادره باللي قسمه الله وباللي عطاه الله ويفرح ويدق بيبان الاسر المحتاجه. مشاهدينا الكرام احنا الان في الطريق قربنا نوصلوا لمدينه مديونه، فيعني الطاقم كامل متوجه يعني لصوب الناس المحتاجين في مدينه مديونه في اقليم مديونه عفوا، فيعني كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل من الشيخ الهاشمي
وشكرا شكرا لانه الان ولا مدرسه في العطاء وفي السخاء ديالو. فيعني ولينا تقريبا كل اسبوع كنديروا توزيع في منطقه ومناطق مختلفه يعني من المملكه. فيعني هذا ما يمكن لنا الا نشكر الشيخ على هذه المبادره وعلى روح العطاء اللي كتواجد اللي قليله في الاشخاص في هذا الوقت. فيعني حنا كنطلبوا من جميع الناس يعني اللي عندهم انهم يتصدقوا ويخرجوا من الاموال ديالهم، والله يتقبل من الشيخ ومن جميع الاطر والموظفين مراكز الهاشمي بالمملكه المغربيه اللي ساهموا اليوم وفي هذه الخرجه هذه التضامنيه اللي غادي نفرقوا فيها ان شاء الله القفاف. وخليكم معنا، فعمليه التوزيع غتبدا بعد لحظات. شكرا. الله يعمر الدار الدول ديالي، جبت لنا القضيه. الله يخليكم صحتكم نتوما، الله يعاونكم اسيدي، الله يخليكم صحتكم، الله يفعل لك اللي نفعنا حتى هو، الله يرحم الوالدين. سيدي بصحه وراحه، يعني نخلي الكلمه حتى توجه للشيخ الهاشم. الله يعزز الخوت، والله يكثر خيرهم، والله يجعل الفضل يجي من عند ربي لهم، والله يجعل مولاه هذه الصدقه اللي يعوين هنا ولهي. الله يعطي صحيحته، الله يكثر خير، الله يرحم الوالدين، الله يخلي الوليدات، الله يرحم الوالدين، الله يجازيه بخير. الله يرحم الوالدين، الله يعطي صحيحته، والله يشافيه، والله يدير بحسابه، يدير بحساب الناس. الحال انتوا وكم بعضياتكم، والله يجعل شد المشاهد عليكم، داكشي اللي بغيتو خاصكم ان شاء الله تكونوا ان شاء الله انتوا مع بعضياتكم. الله يخلف على الشيخ الهاشمي، ونطلبوا ربي يعاودنا ان شاء الله. الناس راه كلها هنا مقحطه بصراحه مليان، والله يشهد ربي هو يشافيكم انتوما، داكشي اللي بغيتو خاصكم الله يساعدكم فيه، الله يخلف عليكم انتوما ويخلف علي حتى هو. الحمد لله. الله يخلف عليكم، الله يقوي خيركم، والله يقوي رزقكم، الله يخلف عليكم وليدي. شكروا الله ينصروا على الحق، والله يدير بحسابه. كنشكروا على هذه المبادره اللي عطاها لهاد الناس، وشكرا لكم. شكرا الله يجازي بخير، الله يسهل لي، الله يحفظه، الله يعطي حجه في البيت الخير اللي عطانا، الله يعطي صحته. هادشي اللي نطلب ليه الصحه وطول العمر. الله يجازيك بخير، الله يكثر من عند سالو. حنا غير ضعاف ومحتاجين، وانا ارمله، انا ارمله محتاجه، ما عندي اللي يعاوني ويعمعين. والله والله يجازيك بخير. الله يحميكم والديك، هذا اللي خلفك صدق، الله يحمي والديك، اللي يجزي بخير، سيد الله يحميكم والديك. كرام اننا مازالين يعني في اطار يعني المساعده اللي كيقدمها الشيخ محمد بن راشد الهاشمي. معنا الدكتور حمزه والدكتوره ساره مرشده الادريسي، يعني المشرفين على هذه العمليه هذه. نعم خويا، يعني هذه مساعده مع الشيخ محمد بن راشد الهاشمي، يعني في اطار الان نديروا الخيريه، شنو تقول لي بهذه المناسبه؟ والله تنشكروا على المبادره هذه، والله يخلف عليها ويوليك بصحة وراحة. الله يعطيك الصحة وبارك الله فيك. الله يكثر خيرهم، الله يعطي صحيحته، الله يطول لي على عمري ويبقى يعطي ديما ويكثر الخير منه. مشاهدينا الكرام، الى هنا يعني نكون قد انهينا يعني هذه الحمله التضامنيه التبرعيه اللي تكرم بها الشيخ محمد بن راشد الهاشمي على العائله المعوزه هنا بمنطقه مديونه وبمدينه الدار البيضاء. اكيد اننا في اخر ما لا يسعنا الا ان نثمن يعني هذا العمل اللي قام به الشيخ محمد بن راشد الهاشمي، ونشكر يعني جميع العاملين وجميع المستخدمين والاداريين ديال المركز الهاشمي اللي ساهموا يعني بجهدهم وبوقتهم يعني في ايصال هذه المساعدات للعائلات المحتاجه. اكيد اننا غنبقوا مع الكلمه ديال الدكتور حمزه مرشد الادريسي، تفضل. الحمد لله، حنا الان يلا خلصنا عمليه ديال التوزيع، كل شيء داز في اجواء ممتازه الحمد لله، ومساهمه الشباب اللي يعني اليوم ما قصروش. وكنبغي نختم القول ديالي بالشكر الجزيل للدكتور الهاشمي على هذه المبادره ديالو، والله يتقبل منه من جميع المسلمين ان شاء الله. دكتوره
كنشكركم اعزائي المشاهدين على التتبع ديال هذا البرنامج، وكنشكر جميع الزملاء اللي ساهموا معنا في هذه الحمله التبرعيه، والحمد لله تمت بسلام ودخلنا الفرحه على مجموعه من الاسر. وكنشكر جميع المساهمين اللي ساهموا معنا وهما حاضرين معنا، حضروا معنا من تجهيز القفات الى توزيعها ودخلوا الفرحه للناس، والحمد لله سمعنا بزاف ديال الدعاوي وهذا الشيء كيفرحنا بزاف. والشكر الكبير لسعاده الشيخ محمد بن راشد الهاشمي، وهذه ما هي الا بدايه المجموعه من الاعمال الخيريه اللي غادي تشهدوها معنا. ونخلي الكلمه للزملاء ديالنا اللي حبوا تاهما يعني شكروا سعاده الشيخ بهذه المناسبه، وانا بدوري كنشكر الجميع وكنتمنى التوفيق يا رب، وكنتمنى يا رب الاجر والثواب يكون عام. معايا الاخ يونس اللي هو احد المشاركين في هذه الحمله هذه، يقدم لكم الشكر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكروا على رأس القائمة الشيخ، وكنشكروا جميع الأعضاء، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. نعطي الكلمة للأخ محمد. كنشكروا أولا الشيخ محمد بن راشد الهاشمي على هذه البادرة الطيبة اللي كيقدمها ديما، وهي معروف على قلبه كبير في هذه الأعمال الخيرية اللي كيقدم، وجزاه الله خير. وفي الختام كنتمناو بان هذه الحمله التبرعيه وصلت الهدف ديالها، وباننا حققنا الفرحه وحققنا يعني النتيجه المرضيه مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس اللي دخلنا الفرحه ديالهم. وكنتمنى لكم التوفيق والصحه والسلامه للجميع.